بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم طالع رحلة خفيفة من مكة من هنا إلى الطائف الساعة 12:20 دقيقة ظهرا. طالع ألتقي بزميلنا، السلام عليكم، بالزميل والصديق بالخير القرني، يمكن اللي تابع الفلوقات الماضية قبل أشهر، قبل سنة طلعت أنا وياه رحلتين. طلعنا رحلتين، واحدة كانت للجنوب من طريق الهدى والطائف والباحة، والثانية كانت أيضا لجنوب المملكة بس ما مررنا على الباحة، تقريبا رحنا من طريق الساحل. المهم انه رحلتين طلعنا مع بعض، والمرة هذه هو خرج عمل رحلة من ينبع، اتحرك الى المدينة، الى القصيم، الى الرياض، ثم عاد الى مكة، وهو الان في الطريق قريب من الطائف. فتابعت سنابه وحبيت التقي به في الطائف، قال انه بيوقف في الطائف يجلس له يوم، فتقريبا اليوم راح نجلس مع بعض وربما اخيم معاه الليلة، عبي بنزين من العوالي من ان شاء الله نمسك الطريق. الوقفة الثانية ان شاء الله في الهدف. درجة الحرارة هنا 91 فرنهايت، يعني الجو يعتبر بارد يعني. طيب الساعة 1:10 ظهر، فإن شاء الله كمان شوية حطلع على هذا الطائف، الرياض، جدة كذا، بعد شوية أبدأ أطلع على الهدى، جبل الهدى إلى في اتجاه الطائف، ورايح أكيد تنخفض درجة الحرارة وراح يكون الجو بارد. هذه بداية الجبل، جبل كرة أو الكرة أو الهدى، يعني إن شاء الله أنا أبغى هناك فوق. هذا آخر الجبل، جبل كرة كر، وأكيد درجة الحرارة اختلفت، 73 الآن فرنهايت. وقفت هنا عند السوبر ماركت، نبغى نسوي شيء على الطائر سريع كذا، ولا بدنا نجيب والله أكل جاهز، ولا فيه هنا مطاعم. وهذا بالخير موقف الموتوسيكل بتاعه على الرصيف، موقف الدباب على الرصيف. السلام عليكم. اهلا وسهلا. صورني وصورك. مساء الفل، كيفك؟ عساك طيب؟ الحمد لله على السلامة.
كبسة. بس المشكلة نسينا الزيت. اخذ زيت من الدبابة. والان نكتم الشغل، ترانا كلنا اعلاميين. شكل بس ما حد عايزوه، انا وانت اللي عندك. يا سلام، شوف كيف كوفي تايم يا ولد. خفض خفض النار يا شبابه. كوفي تايم، شوف كيف مرني عند الغروب. ضبيخه لي من العيوب، ضبيخه لي من العيوب، قلت يا بس أسألك من فين أنت. شوف كيف، يا سلام عليك يا شيخ. الجو بارد في الطائف هنا، ما أدري كم درجة الحرارة بالخير. ها والله برد برد. ها بل بالخير فك الخيمة. أنا أساسا ما خيمت لأني ما جبت كيس النوم، فنبغى ننزل تحت في الدفا مكة. قلنا لأبو شهد الله يحييك تيجي تنام عندنا، يقول النية انها تخييم في تخييم. حط الاغراض ونمشي. كم درجة الحرارة؟ 21. لا لا ما تيجي 21 يا رجال. طيب لا الان 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 21. ما هي 21، اقل صدقني. شوف الجو كيف بارد. بس بارد. ايوه لا لا. بسم الله. يلا يا باشا. بسم الله توكلنا على الله. هننزل من الجبل من هنا من كرة أو الكر، جبل الكرة أو كرة، في اتجاه مكة إن شاء الله. الجو بارد هنا حقيقة.
وقفنا في محطة فاسكو هنا بعد ما نزلنا من جبل كرة. إن شاء الله راح ننام هنا، حط خيمتي هنا في هذا المكان وبالخير هنا جنب بعض. بالخير يزبط الخيمة ما شاء الله تبارك الله. أيوة يا سلام عليك، يا سلام يا سلام. أنا دحين أزبط خيمتي، يصير كل واحد يخلي باله من خيمته. هذا نفس خيمة أختها من أمها. سهلة هي. سهلة. سهلة الله عليك. وريك تقريبه. صدق. شكلي بسوي زي. عليكم السلام. كده لما تسمعني كلام زي كده. زي كانت مرضة أو ثقبة. الآن وقت النوم وهذه الخيمة زي ما انتم شايفين. It's bedtime، وقت النوم. كل أغراضي دخلتها هنا، كل الأغراض، شايفين كيف؟ حتى جزمتي. أذان الفجر. الآن شويتين كذا وهذا كل الأشياء دي نلملمها ونمشي. يلا فمان الله، مع السلامة. بالخير رايح لجدة، وأنا إن شاء الله رايح البيت مكة قريب المشوار يعني.